السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. هذا هو الدرس الثاني في كتاب شرح غاية السهول إلى علم الأصول. المتن والشرح كلاهما من تأليف الإمام جمال الدين ابن عبد الهادي الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة 909 هجرية. وبلغنا قوله رحمه الله تعالى: والفقه شرعاً معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، في صفحة 85. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: والفقه شرعاً معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. وإنما قلنا معرفة ولم نقل العلم كما قال غيرنا، لأن علم الآدمي عن جهل، والمعرفة تستدعي جهلاً قبلها. تستدعي، أصلحوها، تستدعي، أضيفوا حرف العين للكلمة، والمعرفة تستدعي جهلاً. والمعرفة تستدعي جهلاً قبلها، والعلم لا يستدعي جهلاً، ولهذا يوصف الله بأنه عالم، ولا يوصف بأنه عارف، فيقال في حقه يا عالم، ولا يقال يا عارف. واحترزنا بالأحكام عن الذوات التي هي حقائق الأشياء كالأجسام، وعن الأفعال والصفات كالقيام والبياض ونحو ذلك، وبالشرعية وهي ما تتوقف معرفتها على الشرع، عن العقلية كالحساب والهندسة والطب ونحو ذلك، وبالفرعية عن الأصولية من علمي الأصول، أصول الفقه وأصول الدين. وقولنا عن في قولنا عن أدلتها متعلق بمحذوف تقديره الصادرة أو الواقعة أو الحاصلة. وخرج بقولنا عن أدلتها علم الله عز وجل، إذ المراد بالأدلة الأمارات المعرفة، والله تعالى متعال عن حصول العلم كذلك. وخرج به أيضاً علم الملائكة والأنبياء، إذ هم يعلمونها بأدلتها بإعلام الله لهم، فيعلمونها عن الله لا عن الأدلة. نعم، قال: والفقه شرعاً معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. هذا هو ما اختاره المصنف رحمه الله في تعريف الفقه اصطلاحا، ثم شرع في شرح التعريف فقال: وإنما قلنا معرفة، في أول لفظة من ألفاظ التعريف قال معرفة، قال: ولم نقل العلم كما قال غيرنا، يعني من المصنفين، لأن علم الآدمي عن جهل، علم الآدمي يحصل عن جهل، فلهذا يبحث عن العلم، لأنه كان جاهلاً بالشيء فيبحث عن العلم به. قال: والمعرفة تستدعي جهلاً قبلها، يعني إذا قلنا زيد عرف المسألة يعني أنه كان من قبل لم يعرفها، فالمعرفة تستدعي جهلاً، أي تستلزم وجود جهل قبلها، قبل هذه المعرفة. ثم قال: والعلم لا يستدعي جهلاً، العلم لا يستدعي جهلاً، يعني لا يلزم أن يكون هناك جهل قبله. قال: ولهذا يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه عالم، ولا يوصف بأنه عارف، فيقال يا عالم ولا يقال يا عارف، يقال يا عالم السر وأخفى، يا عالم السر وأخفى، يا عالما بكل شيء، ولا يقال يا عارف. وأورد على هذا
أنه ورد في الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال: يعرفك. والجواب أن المعرفة هنا معناها التلطف وتفريج الكربة، يعني يلطف بك ويفرج كربتك، وليس المعرفة التي نريدها هنا وهو حصول العلم بشيء. لكن يرد على المصنف رحمه الله تعالى أنه قال في تعليل الفقه معرفة، وقال لم نقل العلم، مع أنه قال من قبل في تعريف أصول الفقه في صفحة 81 ماذا قال في تعريف أصول الفقه؟ العلم بالقواعد التي يتوصل بها، ولم يقل معرفة. نعم. ثم قال: واحترزنا بالأحكام عن الذوات. هذه اللفظة الثانية في التعريف، العلم أو المعرفة معرفة الأحكام. قال: احترز به عن شيئين، عن الذوات وعن الأفعال والصفات. فقال: احترزنا بالأحكام عن الذوات التي هي حقائق الأشياء كالأجسام، فإن معرفتك بالأجسام بما تراه من الذوات من الأشخاص من أقاربك وزملائك، وما تراه من السماء والأرض والكواكب والشمس والقمر، علم بذات لا علم بحكم، فلا يصدق عليه تعريف الفقه، فلا يقال فقه أن القمر في السماء وأن الأرض تحتنا وأن فلاناً أخاه، ما يقال فقها ولا فقها. لماذا؟ لأنه علم بذات، والفقه علم بحكم. ثم قال: واحترز به عن شيء آخر، وهو العلم بالأفعال والعلم بالصفات التي ليست أحكاماً. العلم بالأفعال أيضاً يخرج من القيد، من قيد الأحكام. فالعلم بقيام زيد وبحضور عمرو وبسفر بكر أنه سافر علم بأفعال، فلا يسمى فقهاً في الاصطلاح. والعلم بالصفات يقصد الصفات المجردة التي ليست أحكاماً، وإلا فالحكم هو صفة. ولهذا توصف أفعال العباد بالحل والحرمة والوجوب والندب والكراهة، فهي صفة للفعل، لكن المقصود هنا الصفات المجردة كالبياض والسواد والإحمرار والطول والقصر ونحو ذلك. ثم قال: وبالشرعية. ثم اعترض بقوله بتعريف للشرعية بقوله: وهي ما تتوقف معرفتها على الشرع. الأحكام الشرعية ما يتوقف العلم بها على الشرع يسمى حكماً شرعياً. قال: احترزنا به عن العقلية كالحساب والهندسة والطب ونحو ذلك. هكذا قال المصنف أن كلمة الشرعية يحترز بها عن الأحكام العقلية. ولو أن المصنف رحمه الله تعالى قال: واحترزنا بالشرعية عن غير الشرعية، ثم جعل العقلية مثالاً لها، لكان أحسن. يقول: واحترزنا بالشرعية عن غير الشرعية كالأحكام العقلية والأحكام التجريبية والأحكام الطبيعية العادية ونحو ذلك، فإنها كلها أحكام غير شرعية. ولهذا هو مثل هنا بالحساب والهندسة، وهذا صحيح، هي من أمثلة العقلية، لكن قال: والطب ليس من الأحكام العقلية، وإنما من الأحكام التجريبية. وأيضاً يخرج الأحكام اللغوية كذلك. فالخلاصة أنه كان ينبغي أن يقول غير الشرعية، ثم يقول مثل العقلية والتجريبية والعادية واللغوية، ويمثلها. قال: وبالفرعية، أي واحترزنا في التعريف، تعريف الفقه اصطلاحاً، بقولنا الفرعية احترزنا به عن الأصولية من علمي الأصول، علم الأصلين، أصول الفقه وأصول الدين، فإن العلم بهما لا يسمى
فقهاً في الاصطلاح، لا يسمى فقهاً في الاصطلاح، وإن كان يسمى فقهاً من جهة اللغة، فلو عرف مسألة من العقيدة فقال فقه المسألة صح، لو عرف مسألة من أصول الفقه فنقول فقه المسألة فهو صحيح أيضاً، لكن الكلام في الفقه الذي هو مصطلح عليه، وحينئذ في الأحكام العقدية وأحكام أصول الفقه ليست أحكاماً فرعية وإنما هي أصلية لا يصدق عليها تعريف الفقه، ولا يصدق على العالم بهما أنه فقيه، وإنما يقال أصولي ومتكلم ونحو ذلك. ثم قال وقولنا عن أدلتها، وقولنا عن في قولنا عن أدلتها متعلق بمحذوف تقديره الصادرة أو الواقعة أو الحاصلة كما هو معروف عند أهل النحو، متعلق الجار والمجرور يقدرون حصل أو وقع أو صدر أو نحو ذلك. ثم قال وخرج بقولنا عن أدلتها علم الله عز وجل، يعني علم الله بالأحكام الشرعية إلى آخره. لماذا خرج؟ قال إذ المراد بالأدلة هنا في هذا التعريف الأمارات المعرفة، العلامات التي تعرف الفقيه بحكم الله تعالى في المسألة. قال والله تعالى متعال عن حصول العلم كذلك، أي بالأمارات، وإنما علمه أزلي سبحانه وتعالى. قال وخرج به أيضا علم الملائكة والأنبياء، يعني بالأحكام المذكورة، الأحكام الشرعية الفرعية، إذ هم يعلمونها أي تلك الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها بإعلام الله لهم، فيعلمونها عن الله لا عن الأدلة. قال واحترزنا بقولنا التفصيلية من الأحكام الحاصلة، قرأنا هذا ما قرأناه؟ طيب تفضل يا شيخ. واحترزنا بقولنا التفصيلية من الأحكام الحاصلة عن أدلة إجمالية كأصول الفقه نحو قولنا الإجماع والقياس وخبر الواحد حجة، ولو علقت عن بالمعرفة كان أولى، تقديره معرفة الأحكام عن الأدلة، وعلى هذا إن جعلت عن بمعنى من كان إن جعلت أحسن الله لي وعلى هذا إن جعلت عن بمعنى من كان أدل على المقصود، إذ يقال علمت الشيء من الشيء ولا يقال علمته عنه. واحترزنا بقولنا بالاستدلال عن علم المقلد، إذ ليس هو بالاستدلال، فإن قيل قد يحفظ الدليل كما يحفظ الحكم، قيل ولو حفظه فليس هو من أهل الاستدلال، لكن يقال خرج المقلد بما قبل هذا بقولنا عن أدلتها، إذ علمه بها ليس عن أدلتها التفصيلية. وقيل إنما احترز بهذه اللفظة عن علم الله عز وجل ورسوليه جبريل ومحمد عليهما السلام، إذ ليس هو عن استدلال، وقيل بل هو استدلالي، لأنهم يعلمون الشيء على حقيقته، وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها، والفقيه أعني حقيقة. نعم إلى هنا جزاك الله خير. قال واحترزنا، لا زال يشرح تعريف الفقه اصطلاحا بذكر محترزات القيود الواقعة فيه، فقال واحترزنا بقولنا التفصيلية، احترزنا من الأحكام الحاصلة عن أدلة إجمالية كأصول الفقه، ثم ضرب أمثلة للأحكام الأصولية، فقال الإجماع حجة والقياس حجة وخبر الواحد حجة، ثلاثة أمثلة، لكنه اختصر في الكلام. وهذه قواعد، وقواعد أصول الفقه أحكام شرعية، ولهذا يطلب لها الدليل، فكل قاعدة أصولية هي حكم شرعي، إلا أنه حكم شرعي إجمالي لا
لا تفصيلي، ومعنى إجمالي أنه لا يختص بفرع واحد من فروع هذا الدين يتخرج عليه، وإنما هو كلي يتخرج عليه فروع عدة من حيث الصلاحية، من حيث الصلاحية القاعدة. قال: ولو علقت عن، يعني في التعريف بقولنا عن أدلتها التفصيلية، لو علقت بالمعرفة يعني بأول لفظة في قولنا معرفة الأحكام كان أولى، يعني كأنه يقول يجوز هذا ويجوز هذا لكن الثاني أولى. لما؟ قال: كان أولى تقديره معرفة الأحكام عن الأدلة، معرفة الأحكام عن الأدلة. ثم قال: وعلى هذا إن جعلت عن بمعنى من كان أدل على المقصود، إذ يقال علمت الشيء من الشيء ولا يقال علمته عنه، إذا علقتها بالمعرفة يصير معرفة الشيء من الشيء وليس عن الشيء. ثم قال: واحترزنا بقولنا بالاستدلال آخر لفظة في تعريف الفقه الاصطلاحي، قال: احترزنا بقولنا بالاستدلال عن علم المقلد، يعني المقلد إذا عرف الأحكام الشرعية الفرعية هل يسمى فقيها ويسمى علمه هذا فقها؟ فالجواب لا، ليس فقها ولا يسمى فقيها. لماذا؟ قال: إذ ليس هو بالاستدلال، لم يقع علم المقلد بتلك الأحكام، لم يقع عن استدلال ونظر وتأمل واستنباط في أدلة الشرع، لم يقع هكذا، هو مقلد ما يقدر على هذا أصلا. قال: فإن قيل، هذا اعتراض، فإن قيل قد يحفظ الدليل، من هو؟ المقلد. قد يحفظ المقلد الدليل كما يحفظ الحكم، يعني يعرف الأحكام الشرعية الفرعية ويعرف أدلة الأحكام، يحفظها كلها، وحينئذ يستوي المقلد والمجتهد، فلما تخرجه عن التعريف وتقول احتراز عن المقلد؟ قال: قيل، أي في الجواب، ولو حفظه، ويعني ولو حفظ الدليل مع حكمه فليس هو من أهل الاستدلال. لماذا؟ لأن الحكم ما نشأ عن استدلال ونظر، هو مجرد حفظ حكما وحفظ دليله، ولهذا لو قيل ما وجه الدليل على الحكم لما عرف، ولو سئل عن قياس غيره عليه لما عرف، فعلمه ليس حاصلا عن استدلال ونظر واجتهاد. قيل: ولو حفظه فليس هو من أهل الاستدلال، لكن يقال خرج المقلد، يعني لكن قد يقال، يعني يصح لك أن تقول خرج المقلد، من تعريف الفقه الاصطلاحي خرج بما قبل هذا، يعني ليس بآخر كلمة وإنما قبلها، وهو قوله عن أدلتها، إذ علمه بها ليس عن أدلتها التفصيلية، وإنما عرفها عن المجتهد، عرفها من المجتهد إما بقراءة في كتابه وإما بسؤاله له إن كان حيا. ثم قال: وقيل إنما احترز بهذه اللفظة، يقصد بهذه اللفظة قوله بالاستدلال، إنما احترز بهذه اللفظة عن علم الله عز وجل ورسوليه جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام، إذ ليس هو عن استدلال، العلم الحاصل للنبي ولجبريل بالأحكام عليهما الصلاة والسلام بالأحكام الشرعية الفرعية لم يقع عن استدلال، وإنما وقع بالوحي، أوحي إليهما بهذا. قال: وقيل بل هو استدلالي، يعني بل قيل إن علم النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام بالأحكام الشرعية الفرعية إلى آخره أنه علم استدلالي،
لماذا؟ قال: لأنهم يعلمون، أي الرسل ومن بلغهم وهو جبريل عليه السلام، يعلمون الشيء على حقيقته، وحقائق الأحكام، وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها. يعني أنهم يعلمون الحكم ودليله، أنهم يعلمون الحكم ودليله، وهذا فيه ضعف. قال طبعا قوله لأنهم يعلمون يرجع لكل ما ذكر، أي علم الله وعلم رسله وجبريل عليه الصلاة والسلام بالأحكام الشرعية العملية، أنه ما خرج بكلمة بالاستدلال لأنه علم استدلالي، أي أنهم يعلمون الأحكام ويعلمون الأدلة، وهذا ضعيف من وجهين. الأول أنه قال في أول التعريف معرفة ولم يقل العلم، وسبقا ذكر التعليل لهذا. والأمر الثاني أن المراد بالعلم هنا علم، أنه علم نشأ عن استدلال، علم بالأحكام نشأ عن استدلال، يعني سبقه استدلال. وهل هذا واقع فيما نحن فيه؟ الجواب لا. ثم قال: والفقيه، نعم تفضل يا شيخ. والفقيه أعني حقيقة الفقيه الذي يسمى فقيها من عرف جملة غالبة منها، أي من الأحكام الشرعية الفرعية المتقدم ذكرها عن أدلتها بالاستدلال، وقيل جملة كثيرة. وفي مسودة المشايخ وغيرها من له أهلية تامة يعرف الحكم بها إذا شاء مع معرفته جملا كثيرة من الأحكام الفرعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة. نعم، هذا تعريف من الفقيه الذي سبق، يعني الذي سبقه تعريف الفقه أنه معرفة الأحكام، والعارف بتلك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال يسمى فقيها. فمن هو الفقيه؟ ولما عرض لهذا؟ لأنه يعرف الفقه، وقال في تعريفه معرفة الأحكام، فأتى بكلمة أحكام محلاتا بأل، والجمع المحلى بأل يفيد العموم. فيقول قائل: من هو الفقيه؟ الذي عرف كل الأحكام أو بعض الأحكام أو أكثر الأحكام أو ماذا؟ سؤال يسأله سائل. فلهذا تعرض لتعريف الفقيه فقال: الفقيه أعني حقيقة الفقيه الذي يسمى فقيها من عرف جملة غالبة منها، أي من الأحكام الشرعية الفرعية التي تقدمت في التعريف، عن أدلتها بالاستدلال. هذا القول الأول، أنه لا يكون فقيها حتى يعرف أغلب الأحكام، أكثر الأحكام الشرعية الفرعية. قال: وقيل جملة كثيرة، يعني وقيل أن الفقيه من عرف كثيرا من الأحكام ولو لم يكن الأكثر، حتى لو لم يكن أكثر الأحكام لكنه يعرف شيئا كثيرا، وهو متأهل لأن يعرف البقية لأنه حاز أدوات الاجتهاد. ثم قال القول الثالث في تعريف الفقيه: وفي مسودة المشايخ، آل تيمية رحمهم الله، مجد الدين عبد السلام، وشهاب الدين عبد الحليم، وتقي الدين أحمد، قال: وغيرها، أي وفي غيرها من الكتب، الفقيه هو من له أهلية تامة يعرف الحكم بها إذا شاء مع معرفته جملاً كثيرة من الأحكام الفرعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة. وهو تعريف حسن للفقيه، أنه من كان عنده أهلية الاجتهاد توفرت فيه شروط الاجتهاد،
عرف قواعد أصول الفقه وقواعد العربية، وعرف الناسخ والمنسوخ، وعرف مواطن الإجماع والخلاف وغير ذلك من شروط الاجتهاد، فصار إذا نظر في الأدلة عرف الأحكام، صارت عنده أهلية وقدرة وملكة لاستنباط الأحكام. ثم بعد هذا يعرف جملاً كثيرة من الأحكام وإن لم تكن الأكثر، إذ لا يتصور أن فقيهاً وهو يجهل عامة الأحكام، أغلب الأحكام، هذا بعيد، لأنه لن يكون فقيهاً إلا بالاجتهاد، والاجتهاد يكون بالاستقراء، استقراء أحكام الشرع وأدلة الشرع حتى يحوز ملكة الاستنباط. وقوله وحضورها عنده بأدلتها الخاصة، يقصد بالخاصة آحاد الآيات والأحاديث الذي نسميه الدليل الجزئي، مثل وآتوا الزكاة فإنه دليل خاص لأنه يتعلق بخصوصية الزكاة، بجزء واحد من جزئيات هذا الدين وهو الزكاة، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فإنه دليل خاص لأنه مختص بالحج لا يصلح لغيره. وقوله والعامة يقصد بها القواعد الأصولية، لأن القواعد الأصولية هي أدلة، هي في نفسها أدلة لأنها دليل إلى الحكم، طريق إلى الحكم، فقواعد أصول الفقه أدلته، أدلة الفقه، إلا أنها أدلة إجمالية كلية عامة. فقولنا مثلا أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، هذا دليل شرعي من أدلة الفقه لأنه يوصل إلى حكم شرعي. أي حكم؟ الصلاة فقط، وجوب الصلاة، فتقول وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب بر الوالدين إلى غير ذلك من الأحكام، إذن هو دليل، أعني قولنا الأمر المطلق للوجوب هو دليل شرعي عام لا يختص بجزئية واحدة من جزئيات هذا الدين ولا بحكم خاص، وهكذا سائر القواعد الأصولية. نعم، فرغ الآن من تعريف الأصول والفقه، وسوف يشرع الآن في مسألة جديدة وهي حكم دراسة علم أصول الفقه، فقال وأصول الفقه أعني تعلمها فرض كفاية يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وإذا تركها الجميع عوقبوا، وقيل فرض عين يجب على كل أحد تعلمه. والمراد بقول من قال هو فرض عين للاجتهاد أي لمن أراد الاجتهاد وهو أن يصير مجتهداً، قاله أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني وغيره. نعم، هذه مسألة حكم دراسة أصول الفقه، حكم تعلم هذا العلم، فقال وأصول الفقه أعني تعلمها، يجوز تأنيث الضمير ويجوز تذكيره، فإن أنثت أردت القواعد، قواعد أصول الفقه وهي مؤنثة، جمع التكسير يؤنث، يعني يجوز فيه التأنيث، وإن أردت العلم ذكرتها، قلت وأصول الفقه أعني تعلمه أي تعلم هذا العلم، والعلم لفظ مذكر. قال فرض كفاية بمعنى إذا قام به بعض من المسلمين يحصل بهم الكفاية للمسلمين سقط الإثم عن البقية، فرض كفاية، فرض على الكفاية. قال يثاب على فعله، فمن درس هذا العلم ابتغاء وجه الله يثاب عليه لأنه قربة طاعة. قال ولا يعاقب على تركه يعني إذا غيره فعل، لأن هذا مقتضى الفرض، فرض الكفاية أن التارك له لا يعاقب لكن بشرط أن غيره يفعل.
قال: وإذا تركها الجميع عوقبوا. لو فرض هذا أن جميع المسلمين لم يتعلموا هذا العلم فإنهم يأثمون عامة. قال: وقيل فرض عين يجب على كل أحد تعلمه، وهذا لا شك أن فيه حرجا عظيما أن يجب على جميع المسلمين تعلم هذا العلم. لكن المصنف ماذا قال بعد ذلك؟ قال: والمراد بقول من قال هو فرض عين، يعني الآن حاول المصنف رحمه الله أن يتأول كلام أصحاب المذهب الثاني القائلين بفرض العين ويحمله على محمل مقبول، فقال: والمراد بقول من قال هو فرض عين للاجتهاد، أي لمن أراد الاجتهاد وهو أن يصير مجتهداً، قاله ابن تيمية رحمه الله، يعني أن من أراد الاجتهاد والتصدي لإفتاء الناس يجب عليه أن يتعلم أصول الفقه، يجب على عينه، فيصدق عليه أنه حينئذ فرض عين من هذه الجهة، ويصدق بصورة أخرى وهو إذا لم يكن غيره، يعني إذا لم يمكن لغيره أن يتعلم هذا العلم، لو وقع في قرية أو مكان ما ولم يتأهل، يعني احتيج إلى الفتوى المتوقفة على هذا العلم ولم يتأهل لهذا العلم، أي لم يقدر على تعلمه إلا زيد وعجز عنه غيره، يصير في حقه فرض عين، وهذا يصدق كما قلنا في قرية بعيدة أو في آخر الزمان إذا قل عدد المسلمين، وهذا متصور، يعني هذا من حيث الإمكان، اليوم بعيد لكن قد يمكن وقوعه. ثم قال: ومعرفة الفروع. نعم، ومعرفة الفروع وهي الأحكام الفقهية، وهي الأحكام الفقهية مقدمة وجوبا وقيل ندبا على علم الأصول، قاله القاضي وغيره: إذ معرفة العبادات والمعاملات ونحو ذلك ناشئة عنها. وقيل الأصول أي معرفتها مقدمة على الفروع، قاله ابن البناء وابن عقيل وغيرهما، لأن الأصول تنشأ الفروع عنها. نعم، هذه مسألة أيهما يقدم الطالب، دراسة أصول الفقه أو فروع الفقه وهو الفقه، مسألة يذكرها جماعة من الأصوليين ومنهم المصنف رحمه الله. فقال: ومعرفة الفروع أي الفقه، الأحكام الشرعية الفقهية، مقدمة في التعلم والدراسة إما وجوباً أو ندباً على علم الأصول، يقدم الفروع أولاً ثم علم الأصول. قاله القاضي أبو يعلى الفراء قاضي الحنابلة فقهاً وأصولاً، قال: إذ معرفة العبادات والمعاملات ونحو ذلك ناشئة عنها. هذا تعليل من قال أنه يقدم علم الفقه على علم الأصول من حيث الدراسة، يعني علم الفروع هي نشأت عن الأصول، فلن يعرف التصرف في الأصول من لم يعرف التصرف في الفروع، ولهذا العلماء إذا صنفوا يبدأون بذكر الأحكام ثم الأدلة، وقد يصنفون كتاباً في الأحكام المجردة كما ترون في المتون، ثم يكتبون كتباً تحوي الأحكام وتحوي الأدلة، فإذا الأحكام يبدأ بها ثم أدلتها، ولا شك أن الأصول هي أدلة الفقه. وقيل هذا القول الثاني: الأصول أي معرفتها مقدمة على الفروع، قاله ابن البنا أبو علي الحسن بن أحمد بن البنا البغدادي الحنبلي متوفى سنة 471 هجرية، وابن عقيل أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي وغيرهما من العلماء. لماذا يقدم الأصول؟ قالوا: لأن الأصول تنشأ الفروع عنها، فينبغي أن يعلم الأصل أولاً ثم يعلم ما تفرع
عنه، ولهذا كان بعض العلماء يبدأ تصنيفه الفقهي بمقدمة أصولية. نعم، قال: والعلم الذي هو ضد الجهل يحد عند أصحابنا أن يوضع له لفظ ليعرف به معناه، فهو أعني العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه. قاله القاضي في العدة وأبو الخطاب في التمهيد، مثاله قوله عز وجل: أقيموا الصلاة، إذا فهم من هذا جميع أفعال الصلاة كما جاءت عن الرسول من الصلاة التي افتتاحها التكبير وختامها التسليم، فهنا قد عرف المعلوم على ما هو عليه. وإذا فهم من ذلك إقامة الدعاء فقط فهو على غير ما هو عليه، لأن الله عز وجل إنما أراد الصلاة لا الدعاء. وقيل: صفة توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض. قال جماعة من متأخري أصحابنا: إنه أصح، لكن يدخل فيه إدراك الحواس. وزاد بعضهم في الأمور المعنوية لتخرج. نعم، الآن يتعرض المصنف لتفسير بعض المصطلحات، وسبق أن عرف الأصول والفقه، والآن سوف يعرف العلم. فقال: العلم الذي هو ضد الجهل يحد عند أصحابنا، يعني هذا القول الأول أنه يمكن تحديده، أي يمكن تعريفه. قال: أن يوضع له لفظ ليعرف به معناه، فهو أي العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه. هذا تعريف العلم الذي اختاره المصنف رحمه الله. معرفة المعلوم يعني إدراك الشيء على ما هو عليه، يعني في الواقع كما هو عليه في الواقع، لم يختلف العلم عن المعلوم. الذي في الواقع هو الذي أدركه هذا الشخص. معرفة المعلوم أي إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع من غير اختلاف. قاله القاضي في العدة وأبو الخطاب الكلوذاني في التمهيد، ومثله بقوله عز وجل: أقيموا الصلاة. قال: إذا فهم من هذا جميع أفعال الصلاة كما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، فهذا قد عرف المعلوم على ما هو عليه، لأنه أدرك من كلمة الصلاة الصلاة الشرعية المعروفة التي لها أقوال وأفعال مخصوصة. ثم أراد أن يبين عكس هذا، لأن بضدها تتمايز الأشياء، فقال: وإذا فهم من ذلك، يعني لو أن شخصاً فهم من الآية الكريمة وأقيموا الصلاة، فهم إقامة الدعاء، فهم من وأقيموا الصلاة أقيموا الدعاء، قال: فهو على غير ما هو عليه، لأن الله عز وجل إنما أراد الصلاة لا الدعاء، فيقال: لم يعلم الآية. ثم قال: وقيل، يعني وقيل في تعريف العلم، يعني وقيل في حده وتعريفه تعريفاً آخر: صفة توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض. العلم صفة، يعني صفة في الإنسان، توجب تمييزاً أي معرفة بالشيء تميزه عن غيره، لا تحتمل النقيض. هذه المعرفة لا تحتمل نقيضاً آخر، لا يوجد احتمال آخر، بمعنى أنه يدركه بنسبة تامة 100%، لا يوجد نقيض، لا يوجد احتمال آخر غير هذا الاحتمال، فهذا هو العلم. قال جماعة من متأخري أصحابنا: إنه أصح، لكن يدخل فيه إدراك الحواس. يعني بعضهم قال إنه أصح، لكن المصنف أورد عليه، قال: ليس صحيحاً فضلاً عن أن يكون أصح. لما؟ قال: لأنه يدخل فيه إدراك الحواس، فإن الإنسان يدرك ببصره مثلاً
يدرك أشياء إدراكاً لا تحتمل النقيض، فهل يسمى علماً؟ إذا رأى شيء ببصره، يرى الشمس في السماء فيدرك أنها شمس، فليسمى العلم؟ هل هذا هو العلم الذي يطلب حده هنا؟ الجواب لا، لأن المراد بالعلم هنا الذي نشأ عن معرفة ونظر. قال يعني يقصد يعني الأمور المعنوية، المراد بالعلم هنا إدراك الأمور المعنوية لا الأمور الحسية. ولهذا ماذا قال المصنف بعد ذلك؟ قال وزاد بعضهم في الأمور المعنوية ليخرج إدراك الحواس. قال زاد بعضهم في الأمور المعنوية، زاد في أي تعريف؟ التعريف الثاني. فقال العلم صفة توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض في الأمور المعنوية، وأراد بالجملة الأخيرة إخراج إدراك الحواس. نعم. وقيل لا يحد، أعني العلم. قال أبو المعالي لعسره، أي لعسر حده. قال لكن يميز ببحث وتقسيم ومثال. وقيل لأنه ضروري من وجهين، أحدهما أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم، فلو علم العلم بغيره كان دورا، والثاني أن كل أحد يعلم وجوده ضروري ضرورة. أحسن عليك. والثاني أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة. أحسنت. قال وقيل هذا القول الثاني، العلم لا يحد، يعني لا يمكن تحديده. طيب لماذا اختلفوا في تفسيره؟ يعني هؤلاء أصحاب القول الثاني القائلين إن العلم لا يحد اختلفوا في علة ذلك، لما لا يحد أي لا يعرف؟ فقال أبو المعالي إمام الحرمين الجويني لعسره، لا يحد العلم لأجل عسره. لماذا؟ قالوا لأنه لا يوجد جنس قريب للعلم، فمهما أتيت بلفظ في تعريف العلم فسوف يكون جنسا بعيدا، تقول إدراك، تقول معرفة، تقول أي لفظة هي جنس بعيد، وفي نفس الوقت أيضاً هو عسير من جهة عدم إمكان جمع كل ذاتياته في التعريف، والحد لا بد من وجود كل الذاتيات في المعرف في التعريف، كل ذاتيات المعرف، فهو إذن عسير. قال لكن يميز ببحث وتقسيم ومثال، يعني يقول قائل إن قلنا أن العلم لا يحد لعسره فكيف نصنع؟ إذا أردنا أن نميز وأن نعرف المصطلحات، فقال تميزها بماذا؟ يعني تميز العلم، مصطلح العلم كيف؟ قال تميزه بأحد ثلاث، إما ببحث يقصد مباحثة. كيف المباحثة؟ أن تذكر أشياء ضد المعرف، بأن تقول الأشياء مثلاً الناس لا يعرفونها، ثم يمن الله عليهم بمعرفة الأشياء، هذه المعرفة هي العلم، هذه مباحثة الآن. طيب وقيل بتقسيم، بأن تقول مثلا التقسيم يعني التقسيم الحاصل، بأن تقول ماذا؟ إما أن الشيء إما أن تدركه وإما أن لا تدركه، والأول إما أن تدركه بظن أو تدركه بقطع، الثاني هو العلم، هذا التقسيم الحاصل. وإما بالمثال، لأن هذه من طرق ما ذكره، وهي من طرق المعرفات عند المناطق أو الأصوليين، المثال أي ذكر مثال جزئي للمعرف، بأن تقول العلم هو أن تعرف وجودك ووجود غيرك ووجود مكة ووجود الشافعي، هذا هو العلم، تضرب له أمثلة. فذكر أبو المعالي وغيره ثلاثة أشياء لمعرفة العلم، والحقيقة أن تعريف العلم أيسر من هذه الأشياء، ليس كذلك؟ أو من بعض هذه الأشياء، المباحثة والتقسيم فيها عسر أكثر من عسر تعريف العلم. أسكتها.
قال: وقيل لأنه ضروري، وقيل لأنه ضروري، وقيل قول من هذا؟ الفريق الثاني من المذهب الثاني، يعني القائلين أن العلم لا يحد لا يعرف، كما قلنا اختلفوا في علة ذلك، فقال بعضهم لعسره وبعضهم قال لأنه شيء ضروري، أي تضطر النفوس إلى معرفته من غير حاجة إلى بيان. فلما تعرفه إذن؟ فإن تعريف الواضحات الضروريات الفطريات الموجودة في نفس الإنسان مركبة فيه، تعرفها النفوس ضرورة، هو من أعسر الأمور. طيب، قال: لأنه ضروري من وجهين، أحدهما أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم، فلو علم العلم بغيره كان دورا. أنت إذا تعرفت العلم، هل تعرف العلم بالعلم أو بغيره؟ بغيره. طيب، وهذا الغير لن يعرف إلا بأن تعلمه، فيتوقف كل واحد منهما على الآخر، وهذا هو الدور، والدور باطل، والدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء. بأن تقول لشخص لا يعرف مثلا في الحساب العدد الزوجي من العدد الفردي، فيقول لك: ما العدد الفردي؟ فتقول: هو ما ليس بزوجي. طيب فيسأل فيقول: ما هو الزوجي؟ فيقول فتقول: ما هو ما ليس بفردي. هذا الدور، ما يجوز في التعريفات هذا. قال: والثاني أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة، أي كل إنسان يجد من نفسه العلم بوجود نفسه وإخوانه وزملائه ومن يراهم من الناس وغير ذلك من الأشياء، أليس كذلك؟ فهل يتوقف هذا على حد؟ لا، بل يحصل ضرورة في نفس الشخص بإدراك من الإدراكات، بحاسة من الحواس، بأي شيء، وحينئذ صار العلم بهذا المعنى ضروريا فلا يطلب حده. قال: والعقل المركب في الآدمي الذي يعقل به الأشياء بعض العلوم الضرورية عند الجمهور. والعقل المركب في الآدمي الذي يعقل به الأشياء بعض العلوم الضرورية عند الجمهور، إذ يحصل للإنسان عن غير اختياره. وقيل: كلها، أي كل العلوم الضرورية، قاله بعضهم. وقيل: جوهر بسيط، قاله بعضهم. والمراد بالبسيط ضد المركب، يعني جوهرا ليس بمركب. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: هو غريزة، كذا قال أحمد، وقد اختلف في معنى هذه اللفظة. قال القاضي أبو يعلى بن الفراء: غير مكتسب، أي معنى قول أحمد رحمه الله غريزة غير مكتسب، وإنما غرزه الله. وقيل: هو أي العقل اكتساب، أي يكتسبه الآدمي. وقال أبو محمد البربهاري: ليس بجوهر ولا عرض ولا اكتساب، وإنما هو فضل من الله. ويختلف باختلاف الأشخاص، فعقل بعض الناس أكثر من بعض، قاله أصحابنا، لأن نجد ذلك بالاستقراء، فمنهم تام العقل ومنهم الناقص. وقيل: لا يختلف، لأن العقل واحد، وهذا قول ابن عقيل والمعتزلة والأشعرية. نعم، الآن صار في بعد أن عرف العلم عرف مصطلحا آخر وهو العقل، فقال: العقل المركب في الآدمي الذي يعقل به الأشياء، أي يدرك به الأشياء، بعض العلوم الضرورية. بعض العلوم الضرورية، أي بعض ما يعلم ضرورة، وليس المراد بالعلوم المصطلح المعروف كعلم كذا وعلم كذا، لا، العلوم يعني ما يعلم، يعني إدراك الأشياء. والضرورية المقصود التي تضطر النفوس إليها، بمعنى لا يتوقف على مقدمات ولا تأمل ولا نظر. قال:
إذ يحصل للإنسان عن غير اختياره، يعني يضطر إلى العلم بالأشياء والتصديق بها من غير اختياره، من غير أن يختار، بمجرد النظر إلى الأشياء مثلاً يعرف الأشياء، نظر إلى الموجودات. قال: وقيل كلها، أي أن العقل هو كل علم ضروري، كل شيء علمته ضرورة انقدح في نفسك فعرفته من غير تأمل ونظر واستدلال بل مباشرة، هذا هو العقل. وقيل قول ثالث: جوهر بسيط، جوهر معنى ذات، وإلا له تعريف أعسر من هذا، لكن اختصارا نقول الجوهر هو الذات، وبسيط يعني غير مركب. ثم قال المصنف: والمراد بالبسيط ضد المركب، يعني العقل جوهر ليس مركبا. وقال أحمد رحمه الله: العقل غريزة. ثم اختلف الأصحاب في تفسير كلمة الإمام أحمد بقوله العقل غريزة، ما معنى غريزة؟ قال: فقال القاضي أبو يعلى الفراء: غريزة يعني غير مكتسب، يعني لا يحصل باكتساب ودراسة ونظر وتأمل، أي معنى قول أحمد رحمه الله غريزة أنه غير مكتسب، وإنما هو أمر فطري جبلي غرزه الله في نفوس الآدميين. وقيل هو، أي العقل، اكتساب يكتسبه الآدمي، لا يحصل إلا باكتساب ودربة ونظر وتأمل ومقدمات. وقال أبو محمد البربهاري الإمام المعروف صاحب شرح السنة: ليس بجوهر ولا عرض ولا اكتساب، وإنما هو فضل من الله ونعمة. ثم قال: ويختلف العقل باختلاف الأشخاص، فعقل بعض الناس أكثر من بعض. ما الدليل؟ قال: لأننا نجد ذلك بالاستقراء والمشاهدة والتتبع لأحوال الناس وأفعالهم وآثارهم، نجد أن بعض الناس أعقل من بعض، إذن العقل يختلف. قال: فمنهم تام العقل ومنهم الناقص. وقيل: لا يختلف، يعني أن العقل في الناس شيء واحد، وهذا قول ابن عقيل والمعتزلة والأشعرية، هذا هو القول الثاني، وبناه بعضهم على القول بإنكارهم زيادة الإيمان في القلب ونقصانه. وأورد عليهم ما سبق، أن فلاناً، أن زيداً أعقل من عمرو، فما تقولون؟ فقالوا: لا، العقل واحد، لكن قولنا زيد أعقل من عمرو نقصد أن تجاربه في الحياة أكثر من تجارب عمرو، أو تمرسه في العلم بذاك الذي يعقل ويدرك بالعقل أكثر من تمرس عمرو، هكذا تكلفوا في الجواب عن قولنا زيد أعقل من عمرو. ثم قال: ومحله، أي محل العقل، القلب، وهي هذه المضغة التي في جوف الآدمي، وهذا قول أصحابنا والأشعرية، وحكي عن الأطباء حتى قال ابن الأعرابي وغيره: العقل القلب والقلب العقل. وأشهر الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى هو: أي العقل في الدماغ، أي الرأس، لإجماع الناس على ذلك، وقولهم: ليس في رأسه عقل. وعندي أن العقل حاسة في الرأس تزيد بصحته وتنقص بضعفه وتغيره، كالنظر حاسة في العين يزيد بصحتها وينقص بضعفها وتغيرها، وكالسمع حاسة في الأذن. نعم. قال: ومحله، أي محل العقل، أين محله؟ هل محله القلب أو محله الدماغ؟ قولان معروفان
للعلماء، فقال: القلب وهي هذه المضغة، محله القلب وهي هذه المضغة في جوف الآدمي. حتى قال ابن الأعرابي من أئمة اللغة: العقل القلب والقلب العقل. قال: وهو مذهب محكي عن الأطباء، ولو أنه قال بعض الأطباء لكان أحسن، لأن بعض الأطباء اختار القول الثاني. ثم قال: وأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله أن العقل في الدماغ، أي في الرأس، لإجماع الناس على ذلك، فإن الناس يقولون: ليس في رأس زيد عقل، فهم يعرفونه، يعني يعرفون هذا الشيء، هو متقرر عندهم. ثم قال: وعندي، هذا الآن كلام من المصنف رحمه الله، يبدي اختياره في المسألتين، مسألة محل العقل ومسألة تفاوته، هل يتفاوت ويختلف أو لا. فقال: وعندي أن العقل حاسة في الرأس، إذن اختار القول الثاني. ثم قال: تزيد بصحته، أي بصحة الرأس، وتنقص بضعفه وتغيره، كالنظر حاسة في العين، تزيد بصحتها وتنقص بضعفها، والبصر والسمع حاسة، تزيد بالصحة وتنقص بالضعف. نعم. والحد، أي وبيان الحد، كل لفظ وضع لمعنى، هذا هو معناه. وكل من ألفاظ العموم، احترزنا باللفظ عن غير اللفظ من المعاملات والنصب وغيرها. وشرط الحد أن يكون جامعاً مانعاً، ويقال له المضطرد المنعكس. وقولنا نعم. قال: والحد، أي وبيان الحد، هذا مصطلح آخر أيضاً من المصطلحات التي شرحها المصنف في مطلع كتابه، فقال: كل لفظ وضع لمعنى. الحد أي التعريف، كل لفظ وضعه الواضع أي المتكلم به لمعنى لفظ آخر، كل لفظ وضعه الواضع لإيضاح وتبيين لفظ آخر. فقولنا مثلا: جسم صلب يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة، لفظ وضعه واضع هذا العلم لإيضاح لفظ آخر، ما هو؟ المعدن. وقولنا: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لفظ وضعه الواضع، وهم علماء الأصول، وضعوه لأي شيء؟ فتقول: وضعوه لبيان معنى لفظ آخر وهو الواجب، وهكذا. ومن لطيف عبارات بعض الأصوليين في تعريف الحد، قول بعضهم: ما منع الوالج من الخروج والخارج من الولوج، وهو لفظ يعني فيه لطافة العبارة، ما منع الوالج من الخروج والخارج من الولوج. نعم. فقال: كل لفظ وضع لمعنى، هذا هو معناه. وكل من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، يقصد كل لفظ، سواء كان لفظا واحدا أو لفظتين أو أكثر، فإنك أحيانا تحد بعض الأشياء بكلمة واحدة، وأحياناً بكلمتين، وأحياناً بأكثر. فتقول في حد العقار: ما العقار لو سئلت؟ فتقول: الخمر، حددته بلفظ واحد. وتقول: ما الإنسان؟ فتقول: الحيوان الناطق. وتقول: ما المحرم؟ فتقول: ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالاً. فعرفته بأكثر من لفظ، فلهذا عبر بكلمة كل لفظ وضع لمعنى. قال: واحترزنا باللفظ عن غير اللفظ من العلامات والنصب وغيرها. النصب أي العلامات، يعني ما ينصب للدلالة على شيء، كالنصب التي توضع على الطرق تدل على اتجاهات السائقين أو الماشيين وتحديد المسافات،
ثم قال: وشرط الحد يعني أبرز شروطه وأهم شروطه، وإلا الحد له شروط كثيرة عند المناطق. قال: أن يكون جامعاً مانعاً، ويقال له المضطرد المنعكس، فالجامع هو المضطرد والمانع هو المنعكس، وسوف يشرح هذا المصنف رحمه الله. فقال: وقولنا جامعاً جمع جميع أقسام المحدود وغيرها، مانعاً منع شيئاً من أقسام المحدود أن يخرج، وقيل منع غير المحدود أن يدخل على المحدود. وقولنا مضطرداً اضطرد في جميع أقسام المحدود وغيرها، ومنعكساً انعكس في غير أقسام المحدود. وقولنا مضطرداً هو بمعنى قولنا جامعاً، وقولنا مانعاً بمعنى قولنا منعكساً، فالأولى للأولى والثانية للثانية، اختاره الطوفي والقرافي. وجمع اختاره الطوفي والقرافي وجماعة، خلافاً لقول جماعة، وحكاه بعضهم عن الجمهور: الأولى للثانية والثانية للأولى. والحد لغة المنع، ومنه سمي البواب حداداً لأنه يمنع الداخل. إلى هنا انتهى تعريفه للحد وبيان شرطه. فقال: شرطه أن يكون جامعاً مانعاً، أي مضطرداً منعكساً. فقال: جامعاً أي جمع جميع أقسام المحدود وغيرها، يعني جمع كل أفراد المعرف، كل أقسام أي أفراد المعرف وزيادة، لأن هذه الزيادة سوف تخرج بالانعكاس. فقال: مانعاً أي منع شيئاً من أقسام المحدود أن يخرج، يعني منع شيئاً فأكثر، شيئاً واحداً فأكثر من أقسام المحدود المعرف، يعني أن يخرج عن التعريف. فلهذا اشترط معاً أن يكون جامعاً لا يكفي، وأن يكون مانعاً لا يكفي، لا بد أن يكون جامعاً معاً، جامعاً مانعاً معاً. فلهذا قال في تعريف الجامع: تدخل جميع أقسام المحدود ويدخل غيرها. فلو قلت الإنسان هو الحيوان وسكت لدخل غير المحدود من سائر أنواع الحيوان، لكن خرجت البقية بقولنا ناطق، وسوف يأتي إن شاء الله معنى هاتين اللفظتين إن شاء الله تعالى. قال: وقولنا مضطرداً، الآن سوف يفسر الألفاظ المرادفة لكلمة جامعاً مانعاً، وهو قوله مضطرداً منعكساً. فقال: مضطرداً اضطرد، أي التعريف، أي استمر ووقع وحصل في جميع أقسام المحدود وغيرها، فهذا معنى قوله مضطرد، اضطرد أي استمر ووجد وحصل هذا التعريف في كل أفراد المعرف وغيرها. قال: منعكساً انعكس أي انتقض. نعم. نعم. قال: وقولنا جامعاً أي جمع جميع أقسام المحدود وغيرها. نعم. نعم. قال: مانعاً منع شيئاً من أقسام المحدود أن يخرج، يعني المانع ما هو في شرط التعريف والحد، يعني منع شيئاً أو أكثر من أقسام المحدود أن يخرج، هذا تفسير لمعنى كلمة مانعاً، ما يوجد شيء من أقسام المحدود إلا وهو داخل فيه. قال: وقيل مانعاً أي منع غير المحدود أن يدخل على المحدود، وهذا الأحسن، الثاني أحسن، أن غير المحدود لا يدخل في الحد.
لماذا نقول أحسن؟ لأننا فسرنا الجمع بأنه يجمع كل أقسام المعرف وزيادة، فنحتاج إلى الانعكاس وهو أن نمنع كل ما عدا المحدود أن يدخل في الحد، وبه يكون تعريفاً تاماً يحصل منه المقصود من التعريفات. قال: وقولنا مطرداً أي طرد في جميع أقسام المحدود وغيرها، هذا فسرناه. منعكساً أي انعكس في غير أقسام المحدود، انعكس يعني انتقض وتخلف وانعدم في غير أقسام المحدود. فتعريف الإنسان بقولنا حيوان ناطق، ناطق ما الذي حصل به؟ أن غير المحدود لم يدخل في التعريف، لأن غير الإنسان من سائر الحيوان ليس ناطقاً. وطبعاً هو يعرف الإنسان بأنه الحيوان الناطق، ولا بد أن نفسر هاتين اللفظتين، لأن بعض الطلبة قد يتصورهما على غير معناهما. فمعنى الحيوان الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. قولنا حيوان في تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، حيوان بمعنى جسم نام حساس متحرك بالإرادة، جسم واضح ذات، نام يعني ينمو، حساس يعني يدرك بالحواس، متحرك بالإرادة واضح. طيب، وقولنا ناطق لا يقصد به النطق الظاهري هذا التلفظ الصوت يعني، وإنما يقصد التفكير، لكن ليس أي تفكير، لأن غير الإنسان له تفكير. فلهذا قالوا في تعريف ناطق، قالوا أي مدرك إدراكاً كلياً عاماً نفع يقدر به على التأليف والإبداع. ناطق يعني مدرك إدراكاً كلياً عاماً نفع يقدر به على التأليف والإبداع. لماذا قالوا هذا؟ طبعاً التأليف يقصد به التأليف بين الأشياء، وليس معناها تصنيف الكتب، والإبداع يعني اختراع الجديد. وإنما قالوا هذا في تعريف النطق، لأنه لو قالوا الإدراك وسكتوا فإن غير الإنسان مدرك، ليس كذلك؟ فإن البهيمة مثلاً تدرك، أليس تدرك طعامها والذي يصلح لها والذي لا يصلح، وتدرك تعرف أبناء أولادها ومن غير أولادها، وتدرك عدوها فتحترز منه، هذا إدراك أو لا؟ إدراك. لكن أرادوا بالنطق هنا التفكير يعني العميق الذي لا يحصل لغير الإنسان من سائر الحيوان. ولهذا نوع الإنسان من جنس الحيوان هو الذي عمر الأرض، أما بقية أنواع الحيوان فكانت قبل آلاف السنين ولا زالت على هيئتها، لم تعمر الأرض. وبهذا النطق كلف الإنسان بالتكليفات الشرعية. قال: فقولنا مضطرداً أي جامعاً، وقولنا مانعاً أي منعكساً، فالأولى للأولى والثانية للثانية. اختاره الطوفي والقرافي وجماعة، بل هم الأكثرون، أكثر العلماء فسروا الجامع بالمضطرد والمانع بالمنعكس. ثم ذكر القول الثاني فقال: خلافاً لقول جماعة وحكي عن الجمهور أن الأولى للثانية والثانية للأولى، بمعنى أن الجامع هو المنعكس والمانع هو المضطرد. والحقيقة أنه ليس قول الجمهور بل قول الأقل، أما الجمهور فهم على القول الأول والله أعلم. ثم قال: والحد لغة المنع، ولذلك سمي البواب حداداً لأنه يمنع الداخل من الدخول على صاحب الدار. فقدم التعريف الاصطلاحي للحد ثم ذكر التعريف اللغوي، والعادة أن تعرف المصطلحات لغة ثم اصطلاحاً ليتعرف على المناسبة بين المعنيين، لكن الخطب يسير، الأمر يسير. إلى هنا انتهى ما أراده المصنف رحمه الله
من تفسير بعض المصطلحات المشهورة التي يكثر دورانها في علم أصول الفقه، واقتصر على بعضها لأنه يناسب المختصر، إذ لا يصح أن يختصر في مسائل العلم ثم توسع في مسألة من وسائله أو باب من أبوابه. ثم شرع الآن فيما يسمى في علم أصول الفقه بمباحث اللغات، مباحث اللغات، فبدأها بقوله أقسامها أي الألفاظ، وبعد ذلك سوف يذكر المصنف الأحكام الشرعية، ثم بعدها يذكر الأدلة النقلية الكتاب والسنة والإجماع، ثم يذكر بعد ذلك الدلالات، ثم يذكر بعدها القياس، ثم الاجتهاد والتقليد، ثم التعارض والترجيح. هذا تبويب المصنف لكتابه، وتلاحظون أنه فصل بين مباحث اللغات ومباحث الدلالات، فمن يعرف الفرق بين الدلالات واللغات عند الأصوليين؟ ما الفرق بين مباحث اللغات ومباحث الدلالات؟ مع أن مباحث اللغات تدل على الأحكام الشرعية، أليس المشترك يدل له دلالة؟ فلما قالوا اللغات ما قالوا من الدلالات؟ من يعرف يا شيخ؟ رفع صوتك. ما أسمعك. إيه، لكن ما الضابط؟ ما الفرق بين اللغات والدلالات في مباحث الأصوليين؟ مع أن اللغات دلالات، هي في الحقيقة دلالات. طيب جزاك الله خير يا شيخ. الفرق أن المباحث الدلالات هي من صناعة الأصوليين، يعني هي بحث أصولي أول من كتبه الأصوليون، يعني اختص به الأصوليون، فلو وجدته عند غيرهم فاعرف أنهم اقتبسوه منهم. وأما مباحث اللغات فهي موجودة في غير هذا العلم، فيذكرها أهل اللغة أو أهل البلاغة، واضح؟ فالاشتراك والترادف والحقيقة والمجاز وحروف المعاني، هل هي بحث أصولي خاص انفرد به الأصوليون؟ الجواب لا، هو موجود عند غيرهم، لكن المنطوق والمفهوم، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، العام والمطلق والمقيد إلى آخره، هذا بحث الأصولي، يسمى دلالات الألفاظ. فالآن شرع في مباحث اللغات فقال المسألة الأولى أقسام الألفاظ. نعم. أقسامها أي الألفاظ مفرد، لأنها لا تدخل إما لأنها لا تخلو إما أن تكون مفردة أو مركب، وهو القسم الثاني. المفرد أي بيان المفرد، اللفظ بكلمة واحدة، هذا هو تعريف المفرد. والمركب بخلافه أي بخلاف المفرد، وهو اللفظ بأكثر من كلمة. وينقسم أي المفرد إلى اسم ويعرف بدخول حرف الجر عليه وبالتنوين في آخره، وبدخول الألف واللام عليه، وفعل أي وإلى فعل، ويعرف بدخول قد والسين وسوف عليه، ودخول تاء التأنيث في آخره، وحرف أي وإلى حرف، وسمي حرفا لأنه الطرف، وكل طرف فهو حرف. والمركب أي وينقسم المركب إلى قسمين. نعم، نأخذ المفرد أولا. قال أقسامها أي الألفاظ مفرد ومركب، ولا يوجد قسم ثالث. اللفظ بالشيء، إما أن تلفظ بشيء بكلمة واحدة وإما بأكثر من كلمة، فالألفاظ إما مفردة وإما مركبة. فقال مفرد لأنها لا تخلو إما أن تكون مفردة أو مركبة، وهو القسم الثاني. قال المفرد أي بيان المفرد، اللفظ بكلمة واحدة، اللفظ بكلمة واحدة، مثل زيد. لكن المركب، قال والمركب بخلافه، وهو اللفظ بأكثر من كلمة، قام زيد، يعني سواء كان جملة أو غير جملة، المهم أنه يتركب من لفظتين فأكثر. إذن اللفظ بكلمة واحدة يسمى مفرداً، وبكلمتين فأكثر يسمى مركباً. قال وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف، وهذه القسمة
المشهورة عند عامة الأصوليين وعند جماهير النحاة أن القسمة ثلاثية وليست رباعية، اسم وفعل وحرف. فالاسم يعرف بدخول حرف الجر عليه، تقول أمسكت بزيد فتقول زيد اسم لأنه دخل عليه حرف الجر والتنوين في آخره، جاء زيد تنوين، وبدخول ال عليه فتقول في رجل الرجل فتعرف أن كلمة رجل اسم لا فعل. قال وفعل أي إلى فعل، ويعرف بدخول قد والسين وسوف. قد قام زيد، قد قامت الصلاة، السين سيقوم زيد، سوف، سوف يحضر عمرو، ودخول تاء التأنيث في آخره. فقام تعرف أنه فعل، لماذا؟ لأنه تدخله تاء التأنيث قامت. طبعا المصنف يذكر هذا اختصارا، وإلا علامات الاسم والفعل أكثر مما ذكر. ثم قال وحرف، القسم الثالث الأخير من أقسام المفرد الحرف. وسمي حرفا الحرف مثل عن ومن وإلى والوا والفا وثم إلى آخره، سمي حرفا قال لأنه الطرف، وكل طرف فهو حرف. يعني الحر يقول سمي الحرف المعروف هذا في العربية، سمي حرفا اصطلاحا مأخوذ من المعنى اللغوي، لأن حرف الشيء في اللغة هو طرفه، فحرف الجبل هو حافته. وهذا من ماذا أخذوه؟ من ماذا؟ قالوا لأن الحرف هو الحروف، يعني هي طرف الكلام. لماذا؟ قالوا لأن مبدأها من نفس المتكلم ثم منتهاها إلى حرفه القائم بشفتيه. الآن الكلام يبدأ في النفس، يزور أن يعد ويهيئ في نفسه كلاما، صح؟ ثم يتلفظ به. فإذا الحرف هو منتهى الشيء، كما أن حرف الجبل هو حافته. واضح الآن العلاقة بين المعنى اللغوي الاصطلاحي؟ الحروف تبدأ من نفس المتكلم وتنتهي بطرفه، وهو شفتاه التي تلفظت بالكلام. هكذا قيل، هكذا اختار المصنف رحمه الله في العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للحرف. وفي ظني أن هذا ليس بجيد، لأن هذا الذي يذكره غير المصنف ونقله عنه هو تفسير الحرف بمعنى اللفظة، لأن كلمة حرف في اصطلاح الأصوليين وفي اصطلاح بعض قدماء النحاة أن الحرف هو اللفظة، اللفظة سواء كانت اسماً أو فعلاً أو حرفاً تسمى حرفاً، وهو أيضاً اصطلاح غير النحاة كأهل القراءات. فمعناها ماذا؟ اللفظة وليس الحرف بالمصطلح المعروف. فلو قال أنه سمي الحرف حرفاً من حرف من الحرف وهو الناقة المهزولة، لأن الناقة الضعيفة يسميها العرب ماذا؟ حرفاً، وهذا مناسب للمعنى الاصطلاحي، لأن أضعف الثلاثة الاسم والفعل والحرف، ما هو أضعفها؟ الحرف، لا شك في هذا. أو يكون مأخوذ من حرفت الشيء، يعني أي صرفته عن وجهه، وهي كلمة لا زالت مستعملة إلى اليوم. فالحرف هل يناسب هذا المعنى اللغوي؟ الجواب نعم، لأنه يصرف الكلام عن صوبه، يكون الكلام باتجاه معنى فيصرفه الحرف، يحرفه، يصرفه إلى معنى آخر. تقول مثلا أعطي زيدا دراهمي، يعطيه كل الدراهم، صح؟ لكن لو قال أعطي زيدا من دراهمي، تأتي بالحرف، الآن صرفت الكلام وحرفته عن صوبه. فهذا والله أعلم هو الأليق بالمعنى، بالمناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي،
والمركب أطال فيه المصنف، الذي هو قسيم المفرد أطال فيه المصنف. طيب لا بس نقرأ المركب، اقرأ المركب. والمركب أي وينقسم المركب إلى قسمين، جملة أي إلى جملة، وهي ما وضع لإفادة نسبة، ولا تأتي إلا في اسمين أو فعل واسم، ولا يرد حيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب، لأنها لم توضع لإفادة في زيد كاتب. أحسن الله عليك. في زيد كاتب، لأنها لم توضع لإفادة نسبة. وغير جملة أي وينقسم المركب إلى غير جملة. والصوت أي وتعريف الصوت عرض. نعم إلى أحسنت إلى هنا، يبدو المركب إلى هنا انتهى. قال والمركب الذي هو قسيم المفرد، القسم الثاني من أقسام الألفاظ هو المركب. قال ينقسم إلى جملة وغير جملة، وهي قسم حاصرة كذلك. المركب من كلمتين فأكثر، إما أن يكون جملة وإما أن يكون غير جملة. فقال الجملة ما وضع لإفادة نسبة، يعني لفظ وضع لإفادة نسبة حكمية، إفادة نسبة شيء إلى شيء. قال ولا تأتي، يعني لا تتأتى، لا تحصل الجملة في لغة العرب إلا من اسمين، زيد قائم، أو فعل واسم، قام زيد. طبعا وبقي ثالث وهو الاسم وحرف النداء، ليس كل حرف وإنما حرف النداء فقط، مثل يا زيد، وإنما استثنوا حرف النداء كما سوف يأتي، لأن يا بمعنى أدعو، يعني بمعنى فعل، هو حرف لكن من حيث المعنى هو معنى فعل. يا زيد يعني أدعو زيدا، أو تقول أنادي زيدا. ثم قال ولا يرد، ما معنى ولا يرد؟ يعني ولا يرد اعتراض على تعريفنا للجملة بأنها ما وضع لإفادة نسبة، لا يرد عليه قولنا حيوان ناطق، كلمتان لفظتان وليست جملة، مع أن فيها نسبة. الآن ماذا عرف الجملة؟ هو لفظ وضع لإفادة نسبة. طيب فيعترض عليه معترض ويقول كلمة حيوان ناطق لفظ وضع لإفادة نسبة، نسبة النطق إلى الحيوان، مع أنها عند النحاة وعند الأصوليين لا تسمى جملة، لا تسمى جملة. حيوان ناطق هل هي جملة؟ لا، مبتدأ وصفة، والخبر محذوف، أو خبر ومبتدأه محذوف غير موجود في الكلام، فهي ليست جملة. قال ولا يرد كاتب فقط وحدها، من قولنا زيد كاتب، فكاتب وحدها قالوا فيها نسبة، نسبة الكتابة إلى الضمير الذي هو فاعله، يعني هو كاتب، ففيها نسبة، مع أن كلمة كاتب وحدها ليست جملة. فكيف تعرف الجملة بأنها ما وضع لإفادة نسبة؟ وضح الاعتراض؟ ما وضح؟ نعيد الاعتراض الآن. الاعتراض على ماذا؟ على تعريف المصنف للجملة، لأن المصنف عرف الجملة بأنها ما وضع لإفادة نسبة. فيقول قائل نسبة يعني إضافة، إسناد شيء إلى شيء. فلو قلت مثلاً قام زيد، نسبت زيداً إلى القيام. عمرو ناجح، نسبت النجاح إلى عمرو، هذه النسبة، الإضافة الحكمية. طيب هو عرف الجملة بماذا؟ ما وضع لإفادة نسبة. فيقول يرد عليك شيئان، قولنا حيوان ناطق فيه نسبة، نسبة النطق إلى الحيوان، أي نسبة التفكير للحيوان، ففيه نسبة،
وهل تسميه جملة؟ فيقول المصنف: لا، ما أسميه جملة. الكلام هذا لا يسمى جملة عند النحاة وعند الأصوليين. طيب، كاتب، في قولنا زيد كاتب، لو أخذنا كاتب وحدها فيها نسبة، لأن المعنى هو كاتب، نسبت الكتابة إلى الضمير. طيب، فيه نسبة وأنت لا تسميه جملة، ما تسمي كاتب وحدها جملة، مع أنك عرفت الجملة بأنها ما وضع لإفادة نسبة. فماذا أجاب المصنف؟ قال: هذان لا يريدان علي. لماذا؟ قال: لأنها لم توضع لإفادة نسبة. وكان ينبغي على المصنف رحمه الله أن يضيف بعد هذا كلمة مهمة، بأن يقول: لأنها لم توضع لإفادة نسبة يحسن السكوت عليها. وكان أيضاً ينبغي أن يضيف هذه العبارة إلى تعريف الجملة كما صنع غيره من المصنفين، وحينئذ يخرج من الإشكال، لأن هذه النسبة صحيح فيه نسبة، هذان اللفظان، لكن لا يحسن السكوت عليه. فلو قلت كاتب يقول لك من السامع، ولو قلت حيوان ناطق فيقول من، أكمل، أين بقية كلامك؟ لأن نسبة لا يحسن السكوت عليها، والجملة إنما هي لفظ وضع لإفادة نسبة يحسن السكوت عليها. ثم قال: وغير جملة. المركب نوعان: جملة وغير جملة. فقولنا مثلا: عبد الله، صلاح الدين، بعل بك، حضر موت، تأبط شرا، إلى غير ذلك، هل هذه مفردات أو مركبات؟ مركبات. هل هي جمل؟ تأبط الشر جملة؟ لا، إذا أردنا العلم طبعا، إذا أردنا العلمية. أما لو أردنا أن فلانا تأبط شرا شيء آخر. وكذلك عبد الله وصلاح الدين إلى آخره وشمس الدين، هذه ألفاظ مركبة وليست جملا. ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.